خبراء وأطباء يؤكدون على تحذيرهم أن العراق مقبل على كارثة صحية في الأيام المقبلة في ظل ازدياد أعداد الإصابات بكورونا وكذلك تدهور القطاع الصحي في البلاد، وحيث أن حصد فيروس كورونا حتى الآن حياة أكثر من 17 ألف عراقي، بينما تجاوزت أعداد الإصابات اليومية الصورة القياسية حيث بلغت أعداد الإصابات أكثر من 9000 حالة، وكذلك أعداد الوفيات من بين 30 إلى 40 حالة وفاة في العراق. من جهة أخرى، قدم مديري المستشفيات في العراق وفي الناصرية تحديدا استقالتهم جراء الحريق الذي أتى على مستشفى الحسين في الناصرية. من جانب آخر، أصبح المواطنون يتخوفون أماكن العزل في البلاد نتيجة احتراقها بشكل مفاجئ، وذلك يسبب نتيجة كارثية، وكذلك إضافة إلى شح الأدوية والأسرة ومواجهة القطاع الصحي لوباء كورونا بشكل ضعيف جدا. أصبح المواطن يتخوف من أماكن العزل ومن أماكن المستشفيات نظرا للتعامل الضعيف مع هذا الموضوع، إضافة إلى شحة اللقاحات في المراكز العاصمة العراقية بغداد، حيث أعلنت لجنة الصحة النيابية أن جانب الرصافة من العاصمة العراقية بغداد أصبحت نسبة اللقاحات في المركز هي 0%. تساؤلات عديدة يطرحها المواطنون وكذلك الشارع العراقي، لكن بلد النفط وبلد الخيارات أصبحت الجهات المختصة فيه تنظر بصمت للحرائق وكذلك الحوادث التي تحصل في العراق من دون أي تعليق ومن دون أي إجراءات واجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي.